السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نبدلو شويه على الكوزينه، وغادي ندوزو نرتبو خزانه الاطفال، نديرو شويه الحماس وبعضياتنا. كيف ما كتشاهدوا غادي نوريكم الخزانه ديال الدراري كيفاش كيردوها، اولا كيفاش كتكون قبل الترتيب. كيف ما كتشاهدوا يعني كيرونوا كل شيء، واخا كنستفوها ولكن الدراري هما هادو كما كتلاحظوا كلشي مرون. وغادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه ديالي اللي كنرتب بها خزانه الاطفال، نتمنى تعجبكم. وهكذا نتبادلوا الافكار، ودابا غادي ندوزو باش نبداو ان شاء الله في الترتيب. هنايا دابا كيف ما كتشاهدوا غادي نحاول نخوي يعني الخزانه كامله من الملابس، غادي نحيد الملابس كاملين باش عاد من بعد نستفوهم من جديد. وهنايا كيف ما كتشوفوا هاد لي باني هادو او لي باسكيت اللي كندير فيهم الملابس الداخليه، يعني حاولت ندير لهم هاد الرسمه هادي، يعني غير الورق رسمت فيها هاد الرسمه ولصقتها يعني بالسكوتش على هاد الشكل. هكا الوليدات كيعرفوا يعني كل حاجه في المكان ديالها على هاد الشكل هذا، يعني كفكره وصافي. وهنايا كيف ما كتلاحظوا بعد ما مسحت لي يعني الخزانه من الغبار، غادي ناخذوا اي معطر اللي كنعطروا به الملابس، انا كنستعمل هذا، غادي يعني نمسحوا به الخزانه. هكا كتعطي يعني واحد الرائحه في الخزانه زوينه، وحتى الملابس كتبقى فيهم رائحه زكيه. المهم غادي نمسح الخزانه كامله، ومن بعد غادي ندوزو باش نرتبو الملابس. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو الشكل النهائي ديال الخزانة كيفاش جات، يعني بعد ما رتبتها غادي نوريكم كيفاش كنرتب الملابس، يعني كفكرة وصافي. غادي نبداو من هاد الجهة، هنايا وضعت لهم يعني الفساتين او لي غوب ولي شوميت ايضا على هاد الشكل هذا، وفي الاسفل وضعت يعني لي بيل او ولي غوب ديال يعني لي ديكيزمون على هذا الشكل هذا،
الترتيب كيبقى على حسابكم. وهنايا وضعت هاد العلبة، هادي يعني علبة ديال الأحذية فقط، وضعت فيها دول الملابس ديال يعني السباحة أو لابسين. وهنايا بالنسبة للجهة الأخرى وضعت هنايا الأغطية وليد غالي كنستعملهم على هذا الشكل هذا الأعلى. وهنايا رتبت على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، يعني هكا كيسهل علينا باش نهزوا الملابس بلا ما يعني نكركبوا الملابس الأخرى. بالنسبة للأطفال كتجي طريقة سهلة على هذا الشكل هذا. هنا وضعت لهم أيضا لي بيل يعني الملابس الأخرى. هنا الملابس الداخلية، وهنا يعني لي بونطالون، هنا كذلك أيضا الملابس الداخلية والجوارب على هذا الشكل هذا. وهنا أيضا وضعت لهم هذا المنظم هذا. كنعتذر على التصوير هنايا لان بنتي الصغيره ما خلاتنيش نكمل التصوير، ولكن ماشي مشكل. هنايا وضعت لهم كاع لي بيجاما ديالهم. يعني صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال الخزانه للاطفال. كتجي على هذا الشكل يعني فقط كفكره، ويعني نتوما كيبقى لكم الاختيار في ترتيب. وهي يعني الطريقه كتسهل علينا بزاف، وحتى بالنسبه للوليدات كتجي سهله، كتكون كل حاجه في المكان ديالها. اتمنى يعجبكم الفيديو والطريقه ديالي ايضا. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي للخزانه على هذا الشكل هذا. ما تنساوش انتم تخليوا لي الافكار ديالكم في التعليقات، هكذا نتبادلوا الافكار. وهنايا دابا غادي نشارك معكم بعض الاشياء اللي توصلت بها من المغرب. كيف ما كتلاحظوا يعني معظم الاشياء للمطبخ، حنا عزيز علينا الاواني واي حاجه كتخص المطبخ. يعني كنظن جميع السيدات بحالي. هنايا اول حاجه غادي نحلوها هي هاد الليمون ديال الحلوه، وايضا كاين هذا الشيح كيف ما كتشوفوا، ايضا هذه بيكربونات الصودا، والجيلاتين بودره ايضا اللي غادي تشوفوه من بعد. هذا هو الجيلاتين بودره على هذا الشكل، ما بغيتش نحلو باش ما هنايا واحد الطابع ديال الحلوه، ولي دود ايضا ديال الحلوه اللي كنستعملو، وليمون اللي كتشوفوا ايضا. وكذلك عندي يعني الزيت، زيت الزيتون اللي ما كانتش بقات لي، غادي تشوفوها في الاخير. وكذلك عندنا الشاي، هذا الثوم، الشاي هذا، عندنا ليمول ديال هذا المول هذا، وايضا كاين مول بحجم صغير هو هذا، والباديان كيف ما كتلاحظوا في الصوره، ويعني ليمول ديال لي طارت بحجم صغير، وهذا ليمول ايضا. يعني
يعني أشياء بسيطة نتمنى تعجبكم، وما تنسوش دائما الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله، مع السلامة.